لكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي نتكلموا على بن ناصر، وين شلنا كيفاش إدارة ميلان يحسم مصير بن ناصر نهائيا. حنا لكرنا في ربع أيام ولا نهار الخميس هدرتها، نهار الخميس هدرتها خميس خدرت الأربعاء، وقلت بلي يودي بلي بن ناصر غادي يزيد عام على الأقل، يزيد عام في ميلو. ناس كاين اللي خرجوا، انت شكون انت وين تعرف انت شكون يا ودي؟ أنا ما نعرفش، بصح شتايلا نتمنى إن شاء الله بربي كي تصرى حاجة عاودوا ولوا الهضرة اللي قلناها لكم. أنا ما بغيتش الناس يدوكم ويجيبوكم، خاطش الناس زي ما بالك أو في شهر داينكم وجايبينكم. انا ما نخلص من اليوتيوب، بصح دوك اللي دايكم وجايبيكم بالسيف يخلص من اليوتيوب، خاطر جاي دايك وجايبك في اليوتيوب، دايك وجايبك هذوك يخلصوا في اليوتيوب. بصح حنايا كي نجيب لك هضره نجيب لك كلام معقول يا ودي، ما غاديش يروح. انا شو تنقول لكم ما غاديش يروح. وحاجه وحده اخرى، هذيك حاجه وحده اخرى تاع مانشستر، هي الاقرب مانشستر وريال، خاصه مانشستر، خاصه مانشستر هي حاجه تبقى اداره ولا تبقى ما نعرف. بصح حتى لا حسب وين كشف تقارير تقرير وين تقارير ايطاليا ان نادي ميلون قد حسم قراره النهائي بشان مصير الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، وهذا بعد ما اسال مستقبل اللعاب الكثير من الحبر، وهو الذي يتواجد ضمن مخططات عملاق أوروبا على غرار باريس سان جيرمان، ريال مدريد ومانشستر، خاصة مانشستر وريال مدريد، حيث يرفض نادي إيطالي مش نكبة. يا نقولوا باللي الزوج هادو باقيين زوج فرق ما نعرف حنايا يعني. المهم المعلومات اللي عندنا باللي بن ناصر غادي يزيد عام في ميلو، حاجة أخرى ما نعرف. حيث يرفض النادي الإيطالي أي مفاوضات بشأن متوسط ميدان، خاصة وأن اللعاب لم ينهي موسمه الأول مع ميلان. شنا كيفاش نقولوا بلي حتى الإدارة تاع ميلون ماهيش هي، شوف إدارة تاع ميلون محتاجة أموال من أجل ترميم الملعب تاعهم وكلش، محتاجة أموال ميلون، محتاجة أموال. بصح فانيك ما همش اغبياء، يعرفوا بلي اللعاب غادي يزيد، يعرفوا اللعاب غادي يزيد. على هذيك نقولوا بلي اداره عميلو غادي تريض، ما غاديش جابوه ب 15 مليون، جابوه ب 15 مليون هذا اللي تحسبوا هذا يزيد، واللي تحسب انا عادي ولا تحسب هذا غادي يزيد يزيد يزيد، يطلع يزيد يطلع سومه، يطلع اللاعب يطلع قطعه تاع ذهب، هذا محطوطه في السطاد، هذا قنطار تاع ذهب محطوط في السطاد، هذا قنطار قنطار تاع ذهب محطوط في السطاد. وحنا كيما يقول لك رانا محظوظين عندنا ذا اللعاب يلعب في المنتخب الوطني الجزائري، رانا محظوظين بزاف. هذاك عندنا لعاب كيما بن ناصر، هذا غادي يدي النجوميه، هذا النجوميه هو اللي غادي يديها في المنتخب الوطني، النجوميه هو اللي غادي يديها. عندو 22 عام، 21 22، غادي يلعب لك كوب دي مون تاع 2026، يلعبها ان شاء الله بربي نكاليفو فيها، كيديها نكاليفو يلعبها. وهذا غادي يدي بالون دور في لافريك من القدام، يديها ما يديهاش العام الجاي، يديها العام اللي عليها يديها، المهم 2023 2024 يربد، هذا يولي يربد لي تيت. ولعاب كيما هذا غادي يربد تشامبيونز ليغ، لعاب كيما هذا يربط تشامبيونز ليغ ويربط كاس العالم ويربط كاس العالم تاع الانديه. هذاك ماشي هاش لعاب كبير، هذا لعاب راه كبير على ميلون، على بالك راه كبير على اللعابه كاع تاع ميلون، رغم انه صغير بصح كبير على اللعابه تاع ميلون، نيفو لعب كلش. هذو الناس اللي يخدموا هذا، بصح هذا خدمه عراوي، راه راهم دايرين، راهم دايرين لي فيديو تاعو في الفيسبوك في الانستغرام وكلش، خدمه ماشي لعبه سي محمد، الناس تخدم ماشي. كانوا بكري يضحكوا يعني 2016 لهنا 2017 ولاو يضحكوا على مبولحي، اول مره شافوا لعاب يخدم لي البوكس، وهي هذاك البوكس تاولا ريفلكس، الريفلكس تاع الجوار،
هذاك الريفلكس تاع الجوار كي يتلاقى بواحد يكون يتريبلي مليح وكلش، الجوار لادفيرسير تكون عنده ريفلكس تاعه. هنا ولاو يضحكوا عليه، هنا ولاو يقولوا شاو شي يلعب تيتي لا رمبو راح يتريني في صاله تاع حديد، يتريني في صاله تاع البوكس. وهي الريفلكس، هذا هو الريفلكس. يكون عندك راك رايح منه البالون تضرب تعاود تولي معاها، هذا هو الريفلكس تاع الجوار، تاع الجوار تاع غارديا تاع هذاك. يكون عندك بوكس هذاك يخدم عليها، يخدم على الريفلكس. جو مين يضرب يهرب ويعاود يضرب، يكون عنده الريفلكس، هذا هو الريفلكس. الناس هنا ولاو يضحكوا، الناس هنا ما كانوا ما يقراو لا كتب ما والو، يروح للسطاد قاعد يتفرج ويعاود يولي. هذه هي، هذو هنا ما قراوش، ما قراو، ما خلاو كتب، ما خلاو والو. حنا نعرفوهم يجوا يخدموا كاع الاداريين وكاع المدربين اللي فاتوا هنا بالجزائر، يقول لك حنايا اطارات وكلش، ما خلاوش كتب في المكاتب. واحد كيما سعدان يجي يخدم فتره تاعو ويروح، ويقول لك ما خلاوش كتب، ما قال لك اداري واحد وهو السيد الحاج محمد روروه اللي خلى فريق وخلى خريطه الطريق، وما قطعوا ديك الخريطه، راحوا مدوها الناس وخد اخرين، راحوا باعوا الجزائر، راحوا باعوا الجزائر، مدوا خريطه الطريق مزيه الحاج، كان ما كاش موريهم نقطه النهايه، مزيه الحاج ما كاش مكمل، ما كمل لهم سطري. خاطر كي تكون تتريني عند واحد كاراتي ولا ايكيدو ولا منا ولا مليا، راك تريني عنده ما غاديش يعطيك كلش. نهار اللي تبغي دابزو غادي يسرعك بالتاليه، يعلمك 99 بصح ما يكملكش 100، ال100 يخليها لروحو. خاطر مي تبغي دابزو غادي يضربك يسرعك. الحاج كيما هكا وريلكم كلش، بصح شتايلا ما امنش فيكم، ما عطاكمش الخريطه الحقانيه. خاطر الناس كاع كاليفات وخرجت بريميتور، الناس كاع كاليفات وخرجت بريميتور. هاي نقولوا بلي المنتخب الوطني احنا لعاب كيما ذا بالناصر، ماذا بينا احنا؟ يا هو راه عارف، هو راه عارف، راه عارف المستوى تاعو، الاداره راهي عارفه السومه تاعها، راهي عارفه السومه تاعها، اي عارفه السومه. قال لعب 30 مليون في مصر. انا نقول لكم ونعاودوا، باريس سان جيرمان خليفي مباشره، خليفي هو اللي حط 70 مليون، حط 70 مليون ديريكت، هذه حط 70 مليون عليه. هذه نقولوا اليوم باريس كي دخلت مانشستر سيتي ولا دخل الريال، يعني ما راهمش غالطين، ما راهمش غالطين. وكاين فرق وحده اخرين واليوم يراقبوا من بعيد، كتولي تشيلسي يتراقب من بعيد، تولي مانشستر يونايتد يتراقب، ليفربول فين ما تنساش يتراقب، بايرن ميونخ يتراقب، هادو فرق زعما، هادو الفرق، جوفنتوس تولي يتراقب. خاطش عليه يبغوا في طليان يحوسوا يطلعوا النيفو تاعهم، تولي ما يخلوش بالناصر يخرج من طليان، تولي ميلون تمدوا لجوفنتوس باش يكون على بالكم، تولي ميلو تمدو لجوفنتوس. خاطش طليان انجليز راهم يحوسو يطلعو المستوى تاع البطولة تاعهم، يحوسو يدو شو كانت هي بكري طليان انجليز، انجليز طليان كان بيناتهم. من بعد وين راحت؟ راحت لاسبانيا لالمان، اسبانيا لالمان. شوفوا هذه 10 سنين، هذه 10 سنين اللي فاتت، خلينا باير، خلينا ليفربول، خاطش عليه نيبو رجع لطليان، رجع لالمان، رجع لانجليز، نولوا غير مور ليفربول. ولي شكون اللي كانوا يرفدوا الشامبيونز ليغ في اسبانيا ولا الالمان؟ هادو زوج برك. اسنا رانا نشوفوا الدعوه يتغير يطلع، هذه هي ان شاء الله بربي. مليح زومين الاول هذا زاتشي تاع لافاف، زاتشي تاع لافاف اللي تعطي له اللجنه الولائية تاع الاستثمار اللي رأسها، يعني باش هكذا، ولكن نبينوا له الحقائق، الحقائق اللي يعني لي بليسور لي بلي اللي دارهم هنا في تيار زاتشي. انت 1000 هكتار لي بليسور لي بلي اللي دارهم هنا في تيار زاتشي، انت 1000 هكتار زاتشي، انت 1000 هكتار زاتشي، انت 1000 هكتار زاتشي، انت 1000 هكتار يدي 1000 هكتار في الرشايقة، في المنطقة اللي تتسمى الرشة
وما نسبوش الرشا وما نسبوش الرشايقة هذه، يعني راها الأولى وطنيا في إنتاج البصل، والأولى وطنيا في إنتاج الثوم، وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا وخيرات ربي. هاهم هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي الأرض، ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي فيه. هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي.